يجدد الترحيب بكم مرة أخرى باسم جمعية الأخوة الاجتماعية بالتنسيق أيضا مع الهيئة الإسلامية الإيطالية في هذا اللقاء الذي يتحدث عن العلم ولأهمية العلم. كان من كلام الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أول كلمة بعد نزول الوحي مباشرة: اقرأ. عن الشباب يتعامل مع الشباب أننا أخلاق الإسلام فعلا متعلقة يعني من الصبر من السماحة من بر الوالدين من حسن الظن من يعني المجال الأخلاقي بصفة عامة والمجال الأخلاقي يعني كما نقولوا باب كبير. والمسألة الثالثة كذلك ترقص عليها في العامة ديال الشباب وهو المجال المهاراتي. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. ما ننسى العلوم الشرعية، كم منا من أبنائنا يا إخواني لا يعرف الوضوء لا يعرف الصلاة. والله العظيم أنا حصل لي إخواني أنه جاءني ابن وعمره 16 سنة لسه ما نطق شهادتين. تعرف هذا الكلام؟ بيعيش في هذه البلاد لا يعرف ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله، نطق ترى له أنا وبصعوبة حتى استطاع إيش ينطقها. هذه ما كارثة يا إخوان. ابنك يجب أن يكون في الأسبوع عنده واجبات للغة العربية حتى يتعلم يكتب ويقرأ اللغة العربية غير الواجبات تاع المدرسة. يكون عنده واجبات لحفظ القرآن الكريم، وعلى الأقل أنت تعلمه بعض الأشياء، أن يكون يعرف على الأقل العبادات، وشيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العبادات تكون على الأقل صحيحة. نحن كلنا كتباء ورجال يجب أول حاجة أن نكون شباب، يكون عندنا عقيدة صحيحة، وعبادة صحيحة. سيدنا لقمان قال لي ابن ايه حتى نختم ان شاء الله اخواني عشان يعلمنا كيف نربي ابنائنا: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم. صح ولا لا؟ يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم. معناه يعني اول حاجه نعلم العقيده ان يؤمن بالله سبحانه وتعالى. يعلمون أن الإنسان بدأ من قلب، يعني نظرية النشوء والتطور. وأنا وجدت لأولاد المسلمين وجدت أدرسهم ويحاججونني في أن الإنسان لم يقترب، وأبوه شاعر جاي من المسجد ويدرس القرآن الكريم. قلت له أنت ما هو من أساس ليش جاي من القرآن؟ قال لي لأنه كوسبريت يعني جبروني جدا عشان اقرا القران الكريم. ففي اشياء انت يجب ان تنتبه. العقيده اول حاجه، يعرف من الله، من الخالق، من الرازق، من الضار، من النافع. جيد. ووصينا الانسان بوالديه. كثير من الاباء ينسى يعلم الابناء ان الجنه تحت اقدام الامهات، وانه ما يمكن ان يدخل الجنه قاطع رحم. صح ولا لا؟ يجب ان ما يدخل الجنه قاطع رحم، وأنه يجب أن يكون له احترام لأبوه وأمه. صح ولا لا يا إخواني؟ ينسى الآباء هذا فيكبر الابن ويبلغ ويصبح رجل، وبعدين يسب أمه وأبوه ولا يلقي لهم بالا، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا حتى احترام الوالد ما كاين، يحصل ولا ما يحصل. فهذه نقطة ما أريد أن أطيل فيها. أمر آخر يقول له بعد أن وصينا الإنسان وإن جاء هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون. شوف الأمر الآن تعملوه. الأمر الآخر
خايف وتعمل الخطأ لأنك خايف من من في أبوك. لا، تعلمه كيف يراقب الله سبحانه وتعالى. عرف الله وتأدب مع أبوه وخاف الله وراقبه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رغيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. فتعلم الولد هذا، ثم بعد ذلك يا بني أقم الصلاة. كم إنما يأمر الأولاد أيضا من التعليم هذا يا إخواني، إنه يعلمهم إيش؟ يصلي، أقم الصلاة. والصلاة تبقى حياة مستقيمة فقط. وبعض الأولاد الآباء إلى الإبن أمر الإبن في 7 سنوات إنه يصلي والإبن تكاسل يقول خلاص تعبت. لا، وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها، اصبر عليها كل يوم. هو ينسى وانت تذكر، هو ينسى وانت تذكر. في البدايه الصلاه تكون عليه صعبه، ثم تبدا عاده تبقى له عاده، وبعدها باذن الله تعالى تصبح له سعاده. باذن الله تعالى تصبح له سعاده، تصبح له سعاده. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف. بعد الصلاه ما تخلي ابنك انسان سبهلا. Non lo lasci una persona che non vale niente. يجب أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من من المسلمين أن يدعو إلى الله. ما يفعل ابن سبحان الله إذا الريح مالت مالا حيث تميل، يعني تأتي رياح من هنا تأخذ ودي، تأتي رياح من هنا تدي. لا، تعلمه هو صاحب مبدأ، صاحب فكر، وفكره يكون صحيح مش فكر منحرف، لا لا إلى الفساد ولا إلى التطرف، وإنما فكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فيبقى ابنك إيش داعي؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. تعلم ابنك أنه ما يصبح إنسان مرنيشة زي ما يقول مثل يعني، يعني مثل رخو ابن مسكين يعني مدلل إلى درجة غريبة. الطفل حتى ينمو متوازن ما لازم يكون لا تدريب ولا شدة شديدة، تعطيه حقوقه وفي نفس الوقت تؤدبه وتعلمه. الموضوع طويل جدا في هذا الجانب. يتعلم أن الدنيا هذه قد تواجهه بمصاعب وبمشاكل، كيف يواجهها؟ كيف يصبر عليها؟ وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقول هذا. ثم بعد ذلك ياتي الجانب الاخير ايش؟ للاخلاق الاسلاميه. صح؟ ايش ربنا سبحانه وتعالى يقول الان؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخذ واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. يا اخواني تعليم اولادنا قابلهم فتنة، يبيع دينه، يبيع أمته، يبيع كل شيء، يسرق، ينهب، يبيع الدروغ، يعمل كل شيء، لأنه إيش؟ لأنه ما عندهش مبدأ، لأنه ما تعلم في البيت، ما تعلم الأخلاق، ما تعلم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. يصبح الإنسان حينما ينمو تجعل فريسة للدنيا كلها ضعيف، لأنه كل ما كان عندك ورقة زيادة في يدك، كل ما كان ولدك أقوى. درس الثانوية العليا قوي، درس الجامعة زاد قوة، عمل ماجستير زاد قوة، كارتين بيو، عمل دكتوراه كارتين بيو. لا يصبح ضعيف، يجد العمل بسهولة، الحياة تصبح عنده سهلة. الناس تطلب الأمر عنده علم ليس عند الآخرين، علم العليم وعقل العاقل اختلف. فالعلم فالعقل قال أنا الرحمن بي عرف، والعلم قال أنا الرحمن بانتصف. فعلم العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من
علق اقرأ وربك الأكرم.